خذ يلا هدول إلكن. شو صار؟ شو وضع الزيارة؟ قليلي. والله ما شفتها. ليش؟ قدرت حطتني بغرفة الغسيل لأني ما عملت اللي بدي إياه. دينيس، ما كان لازم تتورطي مع قدرت، هي مرة خطيرة بشكل مو معقول. على كلين ما عاد فيكي تعملي شي، ما فينا نغير شي بعد يلي صار بهالساعة هي. أوف يا الله. بعطيكي شي كتاب من هدول تغيري جو شوي. لا، مالي مزاج هلأ أقرأ أي كتاب. ابنه دينيس، ما فيكي تتخلي عن حالك. الشي الوحيد يلي بخليكي صامدة هون الأمل، مفهوم؟ إذا عندك أمل بتتحملي تضلي هون عمر كامل، أما وقت رح تفقدي الأمل تنهاري بيوم بس. يلا خدي كتاب. إيه تمام، شوفي هاد الكتاب، أنا قريته وبنصحك فيه. يلا خدي قري. يسلم. عزراء، تاخدي شي كتاب؟ لا ما بدي، أخذت مرة وما قدرت أقرأ وخلص. خلص رح مشي حالي بهي اليوم. شوفي شي؟ لا والله. لو في شي مشكلك انت عرفت. الكل عم يحكي عنك هلا، يعني رح تصيري اسطوره. كيف يعني؟ يعني انه مو انا عم اقول، الناس عم تقول. المرا يلي قتلت نهال اليوم بكره اكيد رح تقتل عزراء. فهمتي علي؟ والله انا ما بيهمني شو عم يفكروا الناس ابدا. أنا ولا مرة بحياتي أزيت حتى حشرة عزرة. كل الناس بترش دواء على الدبان، بس أنا بشعل بخور، ما بقتل. فهمتي علي عزرة؟ حلو. خطر على عقلي نانا ما قالته ذات مرة. كل نطفة ثلج أصبحت معاناة خرجت من فم امرأة تعرضت للظلم في هذه الدنيا. جميع التنهيدات ترتفع إلى السماء وتجتمع على شكل سحب، ثم تنقسم إلى قطع صغيرة وتمطر فوق الناس بصمت وبكل هدوء. هذا الوصف يعرض ما تحملته النساء من الظلم مثلنا. كيف تحملنا ما أصابنا بصمت ودون أن نصرخ ألما؟ اطلعوا لبرا، اطلعوا لبرا كلكم. يلا لشوف. يلا عسلي، ما بدي اشوف حدا هون. لقيت السوارة، وكرر لقيت السوارة. بس هي مو سوارتي. امشي امشي يلا وليك، ارجعي هيك. شو عم تحركي؟ اوكي. لقيتها تحت فرشتها، هي المجرمة. هي سوارة نهال. Kurulu bir makineyim ya arıza yaparsam. İstemediğim halde ya devrelerimi yakarsam. Durmam gerek ya yere yıkılırsam. Ya bir çuval inciri mahveden ben olursam. Bir daha düşünecek olsam. Aynı yanlışı iki kere yapar mıydım sanmam. Eyvahlar olsun bir daha kanmam. Ne de zor oluyor aradıklarımı bulmam. Sorduğum soruların yanıtını almam. Cevap belliyse sorusunu sormam. Dişlerim sivri ama korkmasın bana. Bit lan artık derler azalma. Sohbetini de düze tek haz almam. Çoğundan hoşlandığımı pek sanmam. İstediğim anda istediğim yerde olsam. Süpermen gibi istediğim yere uçup konsam.
قومي. وصلت لنهاية الطريق دينيز. خدي شوفي هاي. تعرفي شو هاي؟ دليل من الدرجة الأولى على الجريمة. أنا بحياتي ما شفت هاي الأسوارة، هاي أول مرة بشوف. بس أنا مو أول مرة بحياتي بيمرق علي حدا مثلك. بقى لا تلفي وتدوري. أنا قلت لكم من قبل ورح أرجع أقولها هلأ. خرسي ولا تألفي قصص سخيفة، فهماني؟ شو كانت عم تعمل اسوارة نهال خانم بأوضتك؟ قولي لشوف. يلا يلا احكي بسرعة، قولي لشوف، تحركي يلا، قولي قولي لشوف، جاوبي. ما بعرف والله، ما بعرف شو وصلها والله. حاش كذب، خلصيني لا ضيعي لي وقتي. ما فيك تخلي حدا يصدق بهالعلاك، لا انا ولا القاضي ولا اي حدا بالدنيا. اذا بتسألوني طول حياتي ومن هلأ لآخر عمري شو ما عملت وشو ما سويت، وما رح تاخدوا مني غير هاد الجواب. ما بعرف بنوب، صدقني انا ما عملت شي، انا ما قتلت لنهال خانم. وحتى هاي الإسوارة هاي أول مرة بشوفها. اسمعيني، أنت ممكن بهذا الكذب مفكرة أنك عم تدافعي عن حالك. لا تتوهمي، ما حدا قبلك زبطت معه وطالع حاله بالكذب. كل ما تخبط الإنسان بيغرق أكتر، مثل ما عم تغرقي هلأ بالضبط. والله ما بعرف لمين هي الأسوارة، أنا هي أول مرة بحياتي بشوفها. الحقيقة عم أقول لحالي يمكن في حدا أخدها من شي مكان وجابها حتى تحت تختي كرمال يتهموني بالسرقة، يعني لأنه ما ضل غير إنه يتهموني بالسرقة. بس أنا ما خطر ببالي حتى موضوع نهال خانم إنه يلبسوني إياه. تخيل النائب قال إنه الدليل على الجريمة الأسوارة. هذا منسميه بلغة الحقوق خلق الأدلة. قالوا لي بنحكم مؤبد. مين قال لك؟ السجينات قالوا لي. قصدك محامين الداخل هيك منسميهم؟ اللي قالوا صحيح. ايه صح، يعني في هيك احتمال. لا يا ربي، انا هلأ رايح اشتغل شوي ومنشوف شو بصير معنا. يعني شو رح تعمل؟ بوعدك رح اعمل كل جهدي، وانت حاولي تقوي ولا تستسلمي. ماشي؟ تمام. يلا مريلي يا دينيز. بيطلي وشي انتو ها؟ لعلتي لشوف. يلا هاتي لحظة، لك لعندي لهون هاتي. شو صار؟ دينيز شو الوضع؟ قليلي، الكل مفكرين انه انا اللي قتلتها. بالاول لما لقوا الاسوارة تحت فرشتي قلت لحالي هالاغلب هلأ رح يتهموني بالسرقة، بس يعني ما خطر على بالي انه إلي علاقة بنهال خانو. هي استفادة شي حدا. وهذا الحدا أكيد قدرت. شلون هالإدارة الكبيرة مو شايفين هالشي؟ عن جد غريب. إيه بس ليش يعني؟ لأنه ما صح بدك لصفة، فمزعوجة. أنت تورطتي، بدك تصبري لتنحل القصة. دينيز ليكي أنت جديدة ولسه ما اخترتي ولا طرف منهم، وهذا هدف قدرت. هي بدها تسحبك لطرفها لحتى تخليكي تعملي يلي بدها إياه وبس. أنا بدي أقول لك ما تتضايقي، بس يعني ما رح توقف أبدا؟ لو عطيتيني كنت سجلتكم. لا تطلع فيني هيك، قتلني مو مشكلة، بس لا تطلع فيني وكأني قاتلة. تمام، اعتبر أنا قتلتني هالخان، يعني هالموضوع هاد كلكم مصدقين. خلينا للحظة نقول إنه صح. برأيك أنا غبية لدرجة احتفظ بأسوارة المرأة اللي قتلتها من كم يوم تحت فرشتي؟ انتباه انتباه، فترة التنفس خلصت، في تفقد، الكل يرجع مكانه. انتباه انتباه، فترة التنفس خلصت، في تفقد، الكل يرجع مكانه. إن الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية، الرجاء المحاولة. تمام،
إذا حكتك خبريها أو قلي لها تتصل فيني حبيبتي توبة، ماشي؟ تمام؟ تمام، مع السلامة. دلالكن لهالبنت مو صح، مو صح. إيجام عم تتصل؟ ألو؟ ألو هاكان، إيجام جنبك؟ دقيت لها موبايلة لحكيها، طلع لي مغلق. دينيز، الحقيقة إيجام معنا بالبيت، هي راحت مشوار. تمام، بتصل بغير وقت. لحظة شوي بس، نحن إجينا نزورك من فترة، ليش ما أجيتي على الزيارة؟ أنا عم يصير معي ألف شغلة هون وأنت ما بتعرف بنوب، ما معي وقت كتير، بدي دق لإيجام لسه. طيب هلأ نحن طالعنا إذن اليوم، رح نجي نزورك، طلعي شوفينا ماشي؟ تمام؟ تمام. يلا يلا خلص دورك، روحي. طيب بس لسه ما حكيت مع بنتي. ما دخلني والله، مو شايف الكل عم يستني دورك. وقفي، يلا رجعي لورا، حركي. انتباه انتباه، وقت المكالمات خلص. انتباه انتباه، وقت المكالمات خلص. يلا كل وحده على مكانها. يلا قول يعني على هالحصه. اجوا بنتك وزوجك، بس لا تتحمسي كتير، ممكن ما تقدر تشوفي بنتك. ليش؟ في احتمال كبير يصير هيك. عن جد؟ كلب قسم المخدرات شم ريحة عليها ولهيك عم يفتشوها، تفتيش دقيق. تعرفي كيف بيكون؟ مو معقول، بس كيف؟ مستحيل. يلا مرحبا دينيز. وأنا بنتي هكا. ما رح تقلي لي أهلين؟ قلت وين بنتي؟ جيت أنا وياها، بس هنن أخدوها مشان يفتشوها. شو يعني أخدوها؟ ليش فهمني؟ ما بعرف دينيز، أنا ما قدرت وقف في وشهم حتى أنه حاولت ألحقهم، بس قالوا ممنوع فوت على قسم المخدرات. لك شو مخدرات؟ هكا أنت شو عم تقول؟ أي مخدرات؟ صدقيني ما بعرف دينيز، ما بعرف، حاولت وقف في وشهم بس ما قدرت. كيف يعني ما بتعرف؟ شو صاير لك هكا؟ نحن هون بسببك أنت، بتعرف هالموضوع ما؟ والأصح أنه نحن هون بسببي أنا، لأنه ما قدرت أتخلى عنك وأمشي لحد هاليوم. دينيز كيف فيك تكون مستهتر هيك؟ اللي أي أب أنت؟ ما قدرت تدير بالك على بنتنا، أخذوها وراحوا قدامك. دينيز اهدي شوي، لا تلمسني، لا تلمسني. شو يعني ما عم تجي على البيت؟ كيف هيك تاركها للبنت؟ ما بتعرفيها لإيجام، صارت صبية البنت وأوقات ما عم تسمع الكلام. لا تكملها كان، خلص. أنت أبوها، أبوها. أنا بعرف إنه مو سهلة، بس بالوضع اللي نحن فيه مو صح إنه تترك بنت بهالعمر لحالها. خلص حأهتم فيها. رح تهتم؟ رح تهتم. قال إنه احتمال إنه تنحكمي مؤبد دينيز، بس أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه، رح وكل أحسن محامي، وإذا اضطر الأمر بوكل كذا محامي. يعني أنتي لازم تخلصي من هالمكان، أو على الأقل تطلعي بأقل عقوبة ممكنة. رح أعمل اللي فيني عليه. شايف الشي اللي عملته فينا؟ اسمعيني، في شي لازم قلك اياه. لا عاد تتصلي بإيجام، لأنه كل ما حكيتيه عم يصير وضعها أصعب. أنت عارفان حالك شو عم تحكي؟ هاي بنتي. أنا فهمان اللي عم قوله وما بدي تتصلي فيها بعد هلأ. كل ما عم تحاكيها حالتها النفسية عم تتأزم، لازم تتعود على عدم وجودك، وأنا لازم أتعود على هذا الشي كمان. تعود، تعود، بترجاك تعود على عدم وجودي، تعود. دينيز أنا بحبك كتير. لك لا تحبني، لا تحبني، لو سمحت لبقى تحبني، كرمال الله لبقى تحبني. خلصنا. كيف عملت هيك تصرف غبي أنا؟
كيف عملت هيك شي عن جد؟ لك أنا كيف حبيت زلمة مثلك؟ كيف ضليت حبك لهلأ وما قدرت أتخلى عنك؟ وليش؟ ليش حبيتك؟ أنا ليش ما قدرت أتخلى عنك وامشي؟ أنت دمرتني. لك أنت دمرتنا. ليش ما قدرت أتركك وامشي؟ أنت دمرتنا. دمرتنا كلنا هكان. أنت السبب. دينيز، عفواً بعد إذنك لازم أحكي مكالمة ضرورية كتير، في مجال أحكي أنا قبلك؟ لا ما فيك. لو سمحتي، لو سمحتي مشان الله، عن جد في شي مهم كتير، وإلا ما كنت رح أطلب عن جد. إيه بجوز مهم وأنا عندي أمور مهمة. لو سمحتي مشان الله، الموضوع متعلق ببنتي وعن جد مهم كتير. وأنا قلت لك لا. أعطيها دورك. شكراً. على الأغلب أمي. إيه ردي. شو بدي إلا؟ شو عرفني؟ لا إشي قصة أحكي. ألو؟ ألو؟ إجام؟ إجام؟ شو الموضوع؟ صار شي؟ أبوك حكالي عن الموضوع، شو هي قصة المخدرات؟ أحكي. أمي؟ أنا كمان ما بعرف شو الموضوع، بس الكلاب شمت ريحة مخدرات علي. لك انت شو هاد اللي عم تقولي ايجام؟ ايه وانا ما بعرف ماما، عن جد ما بعرف اي شيء. صدقيني انا امبارح مريت بمكان وانا طالعه من المدرسه، يمكن كان في حدا هنيك عم يتعاطى وعلقت الريحه فيني. عن جد ماما ما كنت بعرف. انا كتير بعتذر منك. طيب بسيطه. تمام روقي. لك ايجام لو سمحتي ديري بالك على حالك، ما تخلي بالي مشغول عليكي. تمام؟ لا تخليني اقلق عليكي. تمام. طيب ماما أنا عن جد بعتذر كتير، لا تزعلي. بسيطة ماما. يلا هلأ أنا لازم سكي. روقي يا روحي. بحبك ماما كتير. بحبك وإن شاء الله عن قريب بشوفك. يا حلوة. شو مشي حال موضوعك المهم؟ إيه أنا حليته، شكراً إلك. بس دقيقة، فكرتي بموضوع مبارح ولا شو؟ أي موضوع؟ لا تخليني عيد القصة كتير. مو حكينا؟ احكي أنت معي ولا مو معي؟ اختاري طرف بيننا. بس أنا ما بدي يكون بطرف حدا منكم، ما بدي حدا يتوجع بنوم.
إذا كان هون في حدا رح يتوجع فلا تفهميني غلط. لحد هلأ بس عزراء اللي رح تتوجع عاجلاً أو آجلاً، وإنتي ما فيك توقفي بوش هذا الشيء. بس يعني ممكن توقفي بوش وجعك إنتي يا حلوة، يعني الله يحفظ لك ياها، ما شاء الله بنتك كتير حلوة الله يسلمها. إنتي كيف بتعرفيها؟ إيه وساكنين بمنطقة حلوة كتير. شو كانت؟ مجمع شيشاكجي، البناء بيت، البيت رقمه 79 مو؟ هي حلوة وشاطرة ونشيطة كتير كمان، البنت رياضية والعلاقة بالموضة وهالقصة. شو يعني؟ شو اللي قصدتي قولي؟ مرة كان في بنت بعرفها وهالحكي من زمان كتير وما بظن صار بالصدفة، هاي البنت كانت بنفس عمر بنتك بالضبط. بيوم طلعت من المدرسة وهي راجعة على البيت وعم تتمشى هيك على الرصيف، في سيارة اجت وفجأة بوم. كان المنظر كارثي وبيوجع، المسكينة اندعست وطارت بالهواء وخبطت. يا حرام. عكلة هلأ منرجع لموضوعنا، هي عزراء صارت عم تعصبني بشكل مو مقبول ولازم ربيها من أول وجديد. رح ربيها، وأنتي عندك بنت وعم تربيها مو هيك؟ أكيد رح تساعدني بهالقصة.